بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب ديالي ريكومبخوندر. نو كونتينيو افيك كومون بيير اي تاريفي اون روتار. نستمر مع هذا النص الذي عنوانه كومون بيير اي تاريفي اون روتار. كيف أن بيير اي تاريفي أنه يصل متأخرا. طبعا من قبل راينا هاد الفقره اون ديجا في لو بريمي باراغراف كوم نو فويون ici. بيير اي تان بيتي غارسون دو 8 ans. Il habite avec ses parents dans un petit village au fond de la campagne. Il n'y a pas d'école dans le village de Pierre. Pierre va à l'école du village voisin à plus de 4 km. Ensuite, on a déjà vu le deuxième paragraphe. Il n'y va pas pied. Son père, qui est menuisier, lui a fabriqué une petite voiture. La voiture ressemble à une charrette, mais elle est beaucoup plus petite. Savez-vous qui tire cette petite voiture? Pas un cheval, bien sûr. Pas même un âne. Pas même une chèvre. Mais tout simplement un chien. C'est Dick, le bon gros chien, qui tire la voiture de son petit maître et qui les mène tous les matins à l'école. Savez-vous qui tire cette petite voiture? Hal antum ta'rifoun? Qui tire cette petite voiture? Hal ta'rifoun? Qui tire? Alladhi yajr? Al-maqsoud? Hal ta'rifoun man alladhi kana yajr? Cette petite voiture. هل تعرفون من الذي كان يجر هذه السيارة الصغيرة التي صنعها الأب لبيير؟ savez-vous qui tire cette petite voiture؟ هنا عندنا طبعا on est ici le verbe savoir. savez-vous, هل أنتم تعرفون qui tire cette petite voiture الذي يجر. طبعا هنا عندنا le verbe tirer conjugué au présent. أنا مصرف في البريزون. Je tire, tu tires, il tire, nous tirons, vous tirez, il tire. بنفس الطريقة التي ذكرناها فيما سبق. عندنا لو فيرب تيري أنه ينتهي بأو إر. لو فيرب تيري سو تيرمين بار أو إر الانفينيتيف. لو فيرب تيري أبارتيان أو بروميي جروب. إي بويسك لو فيرب تيري appartient au premier groupe, alors au présent, on supprime ER et on ajoute les terminaisons, selon chaque pronom personnel. Madame Anna Adelphi Alien type ER, l'infinitif, et demain Yakoun, Remusarrafan, et d'un tabal fil présent, on supprime ER, Anna Nahdif ER, puis on ajoute, Tumanodif, les terminaisons du présent. Anna Nodif, Nihayat, Zaman, Al-Hadir. Savez-vous qui tire cette petite voiture? هل أنتم تعرفون من يجر هذه السيارة الصغيرة؟ Pas un cheval. ليس حصانا. ليس الحصان هو الذي يجر هذه العربة. Bien sûr, بالتأكيد. لماذا؟ لأنها صغيرة. طبعا الحصان كبير والعربة صغيرة جدا. Pas un cheval, bien sûr. ليس حصانا بطبيعة الحال. إذا لن يجرها حصان. Pas même un âne. ليس حتى حمار. حتى الحمار لن يجرها. ممكن أن الحمار يجر هذه العربة الصغيرة، لكن نتحدث عن حالة بيير أنه لم يكن حتى الحمار يجر هذه العربة. إذن أكيد هناك من أصغر من الحمار والذي سيجر هذه العربة. أمام إن شافر ليس حتى معيزة. في بعض المناطق ممكن أن تستعمل المعيزة لهذا الغرض، ولكن هنا في حالتنا أمام أمام إن شافر ولا حتى معيزة. حتى المعيزة لم تستعمل هنا لجر العربة. مي تو سامبلومون أشياء. ولكن ببساطة كلب. الكلب في حالتنا هنا هو الذي كان يجر العربة. مي تو سامبلومون أشياء. إذن ولكن ببساطة كلبون. المقصود هنا مي تو سامبلومون أشياء كي تيغ سيت بوتيت فواتور الذي يجر هذه العربة الصغيرة. سيديك
إنه ديك. ديك طبعا هو اسم الكلب. سي ديك لو بون غوشيان. لو بون غوشيان إذا نتكلم عن الكلب الجيد الضخم. الكلب الجيد الضخم كي تيغ لا فواتور الذي يجر العربة دو سون بوتي متر لي سيدي الصغير. إذا يجر عربة سيدي الصغير. إذا سيد الكلب هنا هو الطفل. إذا طبعا الكلب هنا يستعمل لجر عربة سيدي الصغير. نتكلم عن الطفل. إكيليمان تو لي ماتان أليكول. والذي يقود طبعا هنا تتكلم على الغير إمني يعني فعل قادة إن صح التعبير أنك تدي واحد الشخص من واحد المكان إلى مكان من مكان إلى مكان على عكس الغير غمني أنك تأتي بشخص مثلا غمني. إذا هنا عندنا الفيرب إمني إكيليمان والذي يقوده تولي مادة كل الصباحات. كل الصباحات المقصود هنا كل صباح أليكول إلى المدرسة البعيدة بأكثر من 4 كيلومترات. سافيفو كي تيغ سيت بوتيت فواتور. سافيفو كي تيغ سيت بوتيت فواتور. با أن شوفال بيان سور با ميم أن نان با ميم أون شيفر مي تو سامبلومون أن شيان. سي ديك لو بون غوشيان كي تيغ لا فواتور دو سون بوتي متر. كي تيغ لا فواتور دو سون بوتي متر إي كي لامان تولي ماتان أ ليكول. كون ليكول إي فيني سي أونكور ديك qui ramène le petit Pierre à la maison. C'est amusant de venir à l'école dans une voiture à chien. Vous ne trouvez pas? Je suis sûr que vous aimeriez cela. Quand l'école est finie, c'est encore Dick. Dick qui ramène le petit Pierre à la maison. Elle dit, كي غامان الذي يأتي بي لو بوتي بيير أ لا ميزون. الذي يأتي ببيير الصغير أ لا ميزون إلى المنزل. سي أميزون دو فينيغ أ ليكول دون أون فواتور أ شيان. سي أميزون إنه مسلي. إنه أمر مسلي. سي أميزون إنه مسلي. إنه أمر مسلي دو فينيغ أ ليكول دون أون فواتور أ شيان. إنه أمر مسلي de venir à l'école. أن تأتي إلى المدرسة dans une voiture à chien على عربة بكلب. على عربة. على عربة. على عربة ذات كلب. Vous ne trouvez pas? Le verbe trouver المقصود به وجد أو ألف إلى غير ذلك. ولكن أيضا عند واحد المعنى ديال احتسب أو اعتبر. Vous ne trouvez pas? كما نقول ألا تظنون أو ألا تعتبرون. Je suis sûr. Je suis sûr que vous aimeriez cela. أنا متأكد que vous aimeriez cela. أنكم ربما ستحبون هذا. أنكم قد تحبون هذا أو أنكم ربما تحبون هذا. لأننا هنا صرفنا لو فيرب أيمي كونديسيونيل بريزون. لو كونديسيونيل بريزون الأهداف ديالو كما قلنا فيما سبق أنه تفيد الشك أنه تفيد الاحترام في حالات أخرى إلى غير ذلك. إذا طبعا من باب الشك ممكن نستعمل كلمات قد. vous aimeriez cela قد تحبون هذا. قد تحبون هذا أو ربما تحبون هذا. إذا عندما نقول الكلام بهذا الشكل فهنا نعبر عن الشك. فهنا نعبر عن الشك. طبعا نفس الشيء هنا مادام أن الفعل مصرف في لو كونديسيونيل بريزون إذا هو يفيد الشك. إذا quand l'école est finie c'est encore dit qui ramène le petit Pierre à la maison c'est amusant de venir à l'école dans une voiture à chien. vous ne trouvez pas? Je suis sûr que vous aimeriez cela. Je suis sûr que vous aimeriez cela. Pierre et son chien n'arrivent jamais en retard à l'école. Quand Pierre ne s'est pas réveillé tout à fait à l'heure, Dick court un peu plus vite pour que son petit maître ne soit pas puni. Pierre et son chien n'arrivent jamais en retard à l'école. Quand Pierre ne s'est pas réveillé tout à fait à l'heure, Dick court un peu plus vite pour que son petit maître ne soit pas puni. Pierre et son chien n'arrivent jamais en retard. Idem Pierre, Pierre ou Kelbao, Pierre et son chien, Pierre ou Kelbao, n'arrivent jamais. أنهم لم يصلوا البتة en retard. متأخرين à l'école, إلى المدرسة. إذن هما ما عمرهم وصلوا متأخرين للمدرسة.
Pierre et son chien n'arrivent jamais. C'est le verbe arriver conjugué au présent. Et dans l'adana, fi'l arrivé, fi'l wasala, طبعا مصرف في البريزون تنضيف او ان تي. عندنا هنا بيير اي سون شيان، اذا بيير وكلبه. اذا عندنا هنا الجمع ناغيف جامي، انهم لم يصلوا البتة اون غوتار، متاخرين اليكول الى المدرسه. ناغيف جامي اون غوتار اليكول، انهم لم يصلوا البتة متاخرين الى المدرسه. كون بيير نو سي با ريفي توتافي الوغ، عندما بيير نو سي با ريفي توتافي، أنه لم يستيقظ كما نقول بالفعل ألوغ، يعني في الساعة المقصود في الوقت. عندما يستيقظ بيير بشكل متأخر عن الوقت المعتاد، ماذا يفعل ديك هنا؟ ديك كور أن بو بلو فيت. إذن في هذه الحالة ديك كور أن بو بلو فيت. إذن في هذه الحالة الكلب ديك أنه يجري، أنه يزيد في سرعته إن صح التعبير، كور ان بو بلو فيت، انه يجري زيادة سرعة، انه يجري زيادة سرعة، المقصود انه يجري شيئا ما بشكل اسرع، انه يجري شيئا ما بشكل اسرع. بور كو سون بوتي ماتر نو سوا با بوني، من اجل، بور كو من اجل ان سون بوتي ماتر، سون بوتي ماتر، بان سيده الصغير نو سوا با بوني، بان لا يكون، بألا يكون معاقبا. طبعا هنا نتكلم على لو فيرب بونيغ، نتكلم هنا على لو فيرب بونيغ، فعل عاقبة. طبعا لو فيرب بونيغ هو فعل لا ينتهي للمجموعة الأولى، لماذا؟ لأنه ينتهي بإي آغ. كما تنشوفو هنا عندنا لو فيرب بونيغ الثانية، ستان فيرب كي بارتيا أو دوزيام كروب. إذا لماذا هو ينتمي للمجموعة الثانية؟ لأنه أولا هو فعل ينتهي بإي آغ، هذا الشرط الأول. لكي ينتمي أي فعل للمجموعة الثانية خاص تكون عنده إي آغ، هذه الأولى. ثم مع لو بريزون، معانو بالخصوص، خاصنا نسمعو هاد دوزاس، خاصنا نسمعو هاد دوزاس. إذا عندنا هنا جو بوني، أنا أعاقب، تو بوني أنت تعاقب، إذا أنت تعاقب أو أنت تعاقبين، تو بوني. ثم il puni، il puni هو يعاقب. طبعا بنفس الشكل اذا تكلم عن المؤنث في الغائب نقول il puni، بنفس الشكل بحال il. ثم nous punissons نحن نعاقب، اذا تنسمعوا هذيك son son. اذا هذا الشرط الثاني، vous punissez انتم تعاقبون، ils punissent هم يعاقبون. اذا كما تنشوفوا باننا تنسمعوا هاد دوزاس. إذن هذا الشرط الثاني لكي ينتمي الفعل اللي عنده إي آغ إلى المجموعة الثانية. وإلا ما حققش هذا الشرط، وخا تكون عنده إي آغ، تيمشي للمجموعة الثالثة. بحالاش؟ بحال لو فيرب فينيغ، بحال لو فيرب فينيغ فعل جاء، تماما مثل لو فيرب فينيغ فعل جاء. طبعا في البريزون كما تنشوفو هنا، جو فيان، تو فيان، إيل فيان، ثم نو فينو. لم نقل هنا نو فينيسون، لم نقل هنا نو فينيسون، بل قلنا نو فينو. إذا ما حققش لنا الشرط الثاني رغم أنه تنتهي بإي آغ. إذا هاد الفعل ستان فيرب كي بارتيا أو تخوزيام بوب. طبعا المجموعة الثالثة لا توجد فيها فقط هاد الأفعال، بل توجد فيها كل الأفعال التي لم تقبل لا في المجموعة الأولى ولا في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى شكون اللي ما يتقبلش فيها؟ طبعا لو فيرب آلي، لو فيرب آلي طبعا هو الفعل الوحيد الذي ينتهي بـ آغ ولكن لم يقبل في المجموعة الأولى، لأن الصرف ديالو تيتغير، تيتغير بشكل كبير، ما تيحافظش على هاد لو غاديكال ديالو. بحال هنا عندنا لو فيرب فينيغ، على الأقل أنه تيحافظ على هاد لو غاديكال ديالو كما تشوفو هنا، جو فيا، تو فيا، إل فيا، ثم نو فونو، فو فوني، إل فيان، تلقاو على الأقل هاد في من الاحرف الاصليه ديال الفعل. اذا الفعل تيحافظ على الاصل ديالو، بحال دابا هنا جو سوي فوني، طبعا الفعل فعل اتى تيتصرف مع اتر كما تنشوفو، تنتكلمو على شخص ما، انه اتى، انه انطلق، انه صعد، انه سقط. اذا كل الافعال انها تستلزم ان تصرف
مع إطر، ولكن في الأزمنة المركبة ما تنتكلموش على الأزمنة البسيطة. الأزمنة البسيطة نضيف لها هاد لي تيرمينيزون على حساب كل زمان. لامبارفي عندو لي تيرمينيزون ديالو، لو بريزون ولا نيجاتيف عندو لي تيرمينيزون ديالو، لو باسي سامبل عندو لي تيرمينيزون ديالو، لو فيتور سامبل نفس الشيء. إذن هادو لي طون سامبل، الأزمنة البسيطة التي تصرف فيها الفعل بوحدو. كما قلنا بأن لو فيرب بونيغ تنتمي للمجموعة الثانية. إلا غنمشيو لامبارفي غنسمعو نفس الشيء، غنسمعو هاد دو زيس. لو بونيسيون، فو بونيسيي، إيل بونيسي، إيل بونيسي، إيل بونيسي. إذن هم كانوا يعاقبون. لو فيرب بونيغ تنتمي للمجموعة الثانية. لماذا؟ لأنه أولا ينتهي بإي آغ، ثم لأنه تحقق لنا هاد دو زيس سواء في لامبارفي أو في لو بريزون مع الضمائر. بحال دابا في لو بريزون في الضمائر الأخيرة أو بلوغيال، أما في لامبارفي تنسمعو هاد دو زيس على طول الصرف. طبعا ديك عندما كان يرى بأن السيد أو الصغير متأخرا أو أنه استيقظ متأخرا، ديك كور أن بو بلو فيت بور كو سون بوتي ماتر نو سوا با بوني، حتى لا يكون سيده الصغير معاقبا. طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيرب بونيغ كما ذكرنا تيتصرف مع أفواغ، ولكن هنا أنه تصرف مع إيتر. إذن هنا تنتكلموا على المبني للمجهول. طبعا ذكرنا فيما سبق واحد المجموعة ديال الأفعال في طبيعتها، في حالتها الطبيعية عندما تكون في جملة عادية مبنية للمعلوم، طبعا تصرف مع أفواغ. لكن في حالات أخرى ممكن أننا نجدها مصرفة مع إيتر. هذه الأفعال ممكن أن تصرف مع إيتر رغم أن في عادتها في طبيعتها تصرف مع أفواغ. إذا ستصرف مع إيتر إذا كانت الجملة مبنية للمجهول. إذا ممكن أنني أقول بأن بيير أ مانجي سون روبا، بيير أ مانجي سون روبا. إذا طبعا أن بيير أكل وجبته، ممكن نقول مثلا لو روبا إي مانجي بار بيير، لو روبا إي مانجي بار بيير. إذا كما تلاحظوا بأن لو فيرب مانجي في هذه الحالة أنه تصرف مع إيتر. لماذا؟ لأننا تنتكلموا على هذه الوجبة بأنها أكلت. إذا نتكلم على المبني للمجهول. في حالات كثيرة ممكن أن الأفعال لتتصرف مع أفواغ أن تصرف مع إيتر، ولكن عندما نحن نلزم وإن صح التعبير بأن تكون كذلك. عندما نتكلم عن فعل ضرب مثلا أو فعل أكل، هذه الأفعال طبعا أن واضح بأن تستلزم مفعولا به في الحالة الطبيعية، ولكن في حالات أخرى راه ممكن نتكلموا على طعام بأنه أكل أو أن طفلا ضرب. إذا في هذه الحالة نحن من نقوم بتعديلات على الجملة حتى تصبح كذلك ولتفيد نفس المعنى لكن بشكل مغاير. إذا طبعا نستأنف فقرة القادمة مع هذا النص. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.